دلوقتي هنستخدم التقديم والتأخير، يعني large data management هنخليها managing large data، وبدل large ممكن نستخدم مثلا مرادف لكلمة large تبقى tremendous مثلا، فتبقى وبدل والتقديم والتأخير أهم حاجة هنا، التقديم والتأخير، إن أنا بدل ما أقول data management أقول managing tremendous data. احنا ممكن نزود كلمة these، managing these tremendous data بدل has various challenges، يعني يواجه تحديات. طب ما نخليها يواجه، يعني بدل ما نقول عنده تحديات نقول يواجه تحديات، فنخليها encounters challenges. بدل ما اقول which include اقول مثلا هنا، بس اهم حاجة هنا قلناها هي التقديم والتأخير. من ضمن التقديم والتأخير برضو ان احنا هنا تحديات كتير، فمثلا عندنا scalability و unstructured data مجموعة من التحديات، هقوم واخد ايه اغير في ترتيبها، فاقوم قايل ايه اجيب اهم تحدي من التحديات دي اكتبها في الاول mainly. يبقى انا هشيل ده كله، هشيل دول وايه واشيل ده كمان، ان هي مجموعة تحديات، فانا هاخد اهم 2 تحديات. طبعا بتبقى انت فاهم الموضوع اللي انت بتغير فيه، فالتحديات هعيد ترتيب الايه التحديات، يعني اجيب التحدي ده وبعدين التحدي ده، and يبقى انا غيرت تقديم وتأخير. و ممكن اقول such as او اقول mainly in unstructured data and scalability.